كانت الأوراق العلمية عن موضوع مهم جدا، وفي تفسير كلمة لا إله إلا الله وشرحها، لكن طرأت مواضيع في الساحة خلتني أغير الموضوع. ومن تلك المواضيع مناظرة جابوها في قناة إس 24 سودانية 24 قبل أيام، خمسة يوم الحاجة كده، مع واحد محامي اسمه أبو بكر عبد الرازق، وواحد آخر اسمه تقريبا راشد أبو القاسم. المهم أبو القاسم ده أنا متأكد منه، لكن اسمه راشد هو. المهم فعملوا مناظرة في موضوع حد الردة، وذاك المحامي بينكر حد الردة طبعا، وفك شبهات كثيرة جدا. فأنا جعلت الموضوع ده هو الموضوع اللي حنتناوله الليلة، حتى الناس يستفيدوا، وحتى تبرأ ذمتنا إن شاء الله تعالى أمام الله سبحانه وتعالى في أننا رددنا على هذه الشبهات بما علمنا الله جل وعلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لأن يا جماعة إذا خلنا الباطل يمشي بدون رد عليه بالحق وصدع بالحق، دي تبقى مشكلة وتكون من أعظم أسباب الهلاك، من أعظم أسباب الهلاك السكوت عن الباطل. والهدف يا جماعة من هذه الحوارات اللي بيعملوها في هذه القنوات هو تميع أصول الدين والحدود الشرعية الثابتة والثوابت والأصول في الدين. الهدف إنه يميعوها ويلخبطوها، يجيبوا زول محسوب على أهل السنة في نظر المجتمع يعني، وهو يكون ضعيف، ويجيبوا زول من أهل البدعة ومن العلمانيين يكون صليط اللسان وحجة ألحن من حجة الرجل اللي هو في نظر الناس بعمة وبلحية وكذا في نظر الناس من أهل السنة، فيغلبوه ويكون الصورة عند المجتمع إنه ما في حد ردة، ومن قبل برضو قالوا ما في حد رجم، وتاني يحلل ما حرم الله وينسف القواعد والأصول التي قام عليها الإسلام. عشان كده لابد من مجابهة هؤلاء بالعلم والرد عليهم بالعلم والحجة، هذا نرد عليهم بالعلم والحجة. طيب الرجل ده قال ما في حد ردة أصلا، ولا في شيء اسمه ردة ذاته. قال الدليل من القرآن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هي دي الآية كده، هو قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأي آية قراها في الحلقة كلها خطأ. وأنا والله وقبل كده برضو خش في مناظرة مع واحد برضو في موضوع حد الرجم، وأي آية قراها غلط من البداية. قال كما قال تعالى الزاني والزانية، لا ما في آية زي دي. فبتعجب زول ما حصل قرأ آية صح إطلاقا فيما رأينا وشاهدنا في حلقاته وحواراته، دار ينكر الدين، القرآن بيقرأ غلط وعامل فيها بيفهم القرآن صح، كمان يقول لك نحن نتمسك بالقرآن فقط لأنه قطع الدلالة والسنة ظنية الدلالة. طيب الكلام ده ذاته، أنت قلت القرآن فقط صح؟ طيب القاعدة اللي قلتها دي إنه القرآن قطع الدلالة والسنة ظنية الدلالة، أين دليلها من القرآن فقط؟ بديك من هنا لحد يوم القيامة فرصة تجيب دليل على الكلام ده من القرآن فقط، هي ما تبرطع ساكت وما تذكر عينه كده في الحلقة قدام هديهم قدام كده، لأنه اللي قال القبة ما فيها فكيكة ما يقال.
بنديك فرصة إن عشت من هنا لحد يوم الدين من القرآن فقط. تبغى تقول القرآن فقط الدليل بس القرآن فقط ماشي، نحاكمك بما ألزمت به رقبتك. دارين دليل من القرآن فقط؟ الله قال إن القرآن قطع الدلالة والسنة ظن الدلالة. في آية زي دي يا جماعة، إذا قاعدتك باطلة من القرآن فقط، دي واحد. اثنين، الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية تكلمت عن إنه ربنا بيخاطب المؤمنين يقول لهم اللي بيرتد من دينه بيرجع على الضلال والكفر، ربنا بيستبدل وبيجيب ناس شنو؟ مؤمنين صحيح ويحبون الله عز وجل ويحبهم، وأزلة على المؤمنين وأقوياء وأشداء يعني على الكفار إلى آخر معنى الآية. الآية ما فيها إنه حد الردة، ما في فيها يا جماعة، ما فيها ما فيها. وكذلك الآية الأخرى برضو ذكرها، آية رقم 2 في كلامه في سورة البقرة، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكلمت عن جزاؤهم الأخروي، لكن ما تكلمت إنه في الدنيا نزل وارتد ما يقتلوا، ما قالت كده، ولا تعرضت لموضوع قتل المرتد أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. هو قام قال جاب شبهة، قال ربنا قال فيمت من يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر، قال الله ما قال فيقتل، قال لأنه يفرق بين يقتل وشنو يموت. لا يا شاطر يا بابا، القتلو ده مات ولا ما مات؟ مات. انت مستهبل ولا شنو؟ القتلو مات ولا هي ذول قتلو يعني كلكلو يعني في النهاية مات، صحيح ولا ما صحيح؟ المات ربنا قتله بدون قتل، يعني ما جاء فاعل من البشر طعنه بسكين وضربه برصاص ده فيموت مات، والزول جاء طعنه بسكين كده اها يصدق عليه فيموت ولا ما يصدق؟ يعني في النهايه مات ولا ما مات؟ مات الا اللي تليف تدور علينا. والبرنامج ده ذاته قبل 5 أيام ده بيتكلم عنه، دقوا يا اخونا وضحنا اساس سوداني 24 القناه دي ذات، قال دايرين مزمل فقيري يدخل في مداخله بالتليفون بالله يعني اضربه، لو ربنا وفقني عصرتكم. تقول الو الخط قطع، الو 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 الشبكه، الشبكه بتاع شنو؟ هتجيبني جوا الشبكه هناك؟ فالمهم ده شغل كله يعني الحمد لله ربنا ورانا له وعارفينه كويس. فالآية دي ما عنده، قال لي سأل بآية ثالثة أخيرة، قال ربنا قال إن الذين آمن، طبعا دي اللي بيجيب الترابي، وده ما عمل أي شيء، جابه من بغادي جابه جاي ما بيجي، زي ما بيقولوا جماعة شنو؟ نسخ وشنو؟ ولصق، واحدين بدر جواب الإنجليزي، المهم نسخ ولصق، ما بيجي حاجة، ويا بكلام شيخ وبس، وهم بيقولوا مجددين، شوف أنت أول زول قديم، لأنه جبت كلام منه؟ شيخك، وشيخك أقدم زول في البلد دي. يا اخي نحن مما امنا ولدتنا، صاحبك ده قاعد زي ما هو، زي ما قالوا اخواننا تقول ما قرش بس قاعد زي ما هو، زي بنفس الشكل ده بس وبنفس الحيثيات دي. المهم مسكوا في يدك ونازي ما سامعين، ما سامعين؟ طيب فجاب كلام شيخه بس ما جاب جديد يعني، وشيخه كان بيستهتر بالايه الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا يعمل يدك دخلوا خرجوا مرقوا ودخلوا، بيقول لهم كده. ولا برضه يا ما تكلمت عن جزاؤه في الدنيا اللي هي الحد، تم لا يلا النهايه، هل تكلمت عن جزاؤه في الدنيا؟ تكلمت عن جزاؤه في الاخره. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، ده وين ده؟ المغفرة دي وين هناك؟ لم يكن الله ليغفر لهم، هو بعض العلماء قالوا إذا مات عليه مقصود بها كده زي ما قال الشيخ بن باز، لم يكن الله ليغفر لهم لأنه مات عليه، ولا ليهديهم سبيلا. فالآية حتى لو تكلمت عن جزاء في الدنيا إن ربنا ما يغفر لهم لا في الدنيا لا في الآخرة مثلا، ما تكلمت عن إنه ما في حد، شنو يا جماعة؟ حد يرد، هو ما فاهم الحاصل، لأنه في ناس ذاته آمنوا وبعد ذاك مشوا كفروا مشوا لقومهم
ورجعوا لبلاد الكفار كفروا هناك وتاني آمنوا وتاني كفروا هناك وازدادوا كفرا وماتوا على ذلك، ما قدر عليهم المسلمون عشان يقيموا عليهم حد شنو؟ الردة. فلا ما في أي إنكار لحد الردة. بعد ذلك قرأ آية وما عنده علاقة بالموضوع، لكن هو جاب ذلك شرينه الوقت حافظ القرآن وبرضه قرأ غلط. قال ربنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، والله العظيم ارجع في الفيديو صراط يا أخي، ده بدل، ده اسمه البدل، بدل المعرفة من النكرة، إلى صراط مستقيم صراط الله. فلكن غايته العرف الحمير أكل الجنزبيل شنو. طيب بعد ذاك وقال عندنا حديث انه ما في رده، وين دي؟ قال واحد قال حديث صحيح البخاري. هذا الحديث شنو؟ اسمعوا الكلام ده كويس، وده من اعجب مما استدله وكتر في الحته دي شديد وما قدروا يردوا عليه في النهايه. قال حديث في البخاري، فين حديث في البخاري؟ وهو عن من روايه جابر. عندنا اخواننا يكتبوا النقاط دي لانه نازل ما عندهم شبهات غير دي، محل ما يمشوا شنو؟ بيكرروها، فانت لو حفظتها وفهمتها خلاص محل ما تلقاه بتنجمه. ما هو انت ما في جديد، ما في يعني كونه يمشي بحاجة جديد، ما في، فهو اول زول قديم وما مجدد حتى شبهاته. حديث جابر هو في البخاري، والبخاري جابه برقم 1883 وجابه ايضا برقم 7209 و 7211 و 7216 و 7322 جابوا في هذه المواضع، وجابوا الامام مسلم برقم 1338 1383 في صحيح مسلم. المهم فحديث جابر قال ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام. اسمع الحديث كويس انتبه، فبايعه على الاسلام فاصابته حمى المدينه، وصاحبك المحامي ده قال جاته ملاريا. انت في ملاريا كان الوقت ذاك؟ وسالت شيخ ابو بكر زول ضليع ما شاء الله في اللغه الانجليزيه برضه، فقال لي ملاريا ده اصلا كلمه انجليزيه ذاته ما كلمه عربيه، انا ما اعرف الموضوع ده كان زمان كيف. المهم فقال المحامي قال جهته ملاريا، والجماعه قاعدين يعانوا له والمذيع والمعاوي يعانوا له. والله اذا كان شفته لو لقى واحد من اخواننا نجيضين كان نجم ونجام شيء خلاص نجم، وكان ضحك فيه، وحتى المخرج والمنتج والدبلاج والمكساج كلهم كان ضحكوا فيه ولا يسمون شنو. المهم فقال جهته ملاريا، والحديث قال ما اصابته حمى المدينه. اها قال فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله أقلني. وهذه اللفظة يا رسول الله دي جاءت برقم 7211 في صحيح البخاري، ده رقم الحديث من الصفحة. أقلني بيعتي. قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أقلني بيعتي، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال الراوي فخرج الأعرابي، يعني خرج من شنو؟ من المدينة، خرج رجع لي أعرابته للبادية فخرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، الحديث بنصه من صحيح البخاري ومسلم. هو قال شنو عمك الأستاذ؟ قال الرجل ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقلني يعني خليني من الإسلام ده، يعني كفر تاني، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أغام عليه حد الردة. أول حاجة الأعرابي ده مين اللي قال لك هو كفر؟ ده سؤال. ما في أي رواية من رواية الحديث ده إنه كفر. حديث أورده البخاري في قريب 5 مواضع وذكرت لكم أرغامه، ومسلم في موضع واحد، وأورده الترمذي، وأورده الطحاوي في شرح مشكل الآثار،
وغيره وابن عبد البر في التمهيد وغيره وغيره وغيره. وين قال انه كفر؟ ما لقانا انه كفر. هو كلمه خرج دي اقلني دي فسر بانه اقلني من الدين يعني كفر. ونحن بنقول لا، الحديث ذاته بيرد عليك بالروايه رقم 7211 من صحيح البخاري. الاعرابي قال يا رسول الله اقلني، ما قال يا محمد. معناته هو معترف انه ده رسول ولا ما رسول؟ رسول، ما كفر، ما كفر. اما خرج، خرج من المدينه. طيب اقلني دي يعني اقلني من شنو؟ ايوه هنا الفهم. اصلا كان من اسلم قبل فتح مكه وجب عليه ان يقيم في المدينه، واجب عليه. وربنا ذكر الكلام ده في سوره الانفال الايه 72، قال تعالى: والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. يعني زول الآمن وما هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، قعد معه في دار الهجرة اللي هي المدينة، ده ما عنده ولاية عند المؤمنين، ما عنده نصرة ولا عنده حقوق النصرة والكذا والكذا مع المؤمنين، لأنه ما هاجر، لأنه واجب عليه شنو يا جماعة؟ يهاجر يجي المدينة. فالأعرابي ده جاء المدينة وبايع على الإسلام، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقلني ما عن الإسلام، لأنه قال يا رسول الله، ما خلى الإسلام ولا خلى الرسالة، إنما أقلني من شنو؟ من المقام في المدينة، بدليل إنه السبب الجاو أجابوا للرسول وقال لا أقلني، السبب شنو؟ أصابته شنو؟ حمى المدينة. يعني هو موضوع موضوع المدينة، ما موضوع موضوع الإسلام، لأنه قال يا رسول الله، موضوع الإسلام منتهي منه. ولما خرج ما خرج بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى أهله، ودي معصية وفعل من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح الألباني قال: الكبائر سبع، أولها الإشراك بالله، وثانيها قتل النفس بغير حق، إلى أن قال: والرجوع إلى الأعراب بعد الهجرة. دي كبيرة من الكبائر شنو؟ السبعة. وعمل الرجل ده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة تنفي خبثها، لأنه فعله ده معصية كبيرة عظيمة، وده الخبث الفعل هذا الرجل. ده الموضوع كله، ما في أصلا كفر. ومن ذكر هذا الكلام من السلف الإمام ابن حجر نقل قول من أقوال العلماء، والإمام ابن عبد البر في التمهيد نصر هذا القول، والإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وغيرهم كثير جدا 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 من العلماء. ده الموضوع. وأيضا ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري. ده الموضوع كله تاع الحديث، والحديث ما فيه انه ما في حد ردة ولا ما فيه كذا ولا ما فيه كذا. ثم شوف الرجل ده زول كذاب كيف ومجرم كيف. الزول ده أول ما ذاك جاب له حديث، ذاك أبو دقن جاب له حديث شنو؟ جاب له حديث من بدل دينه فاقتله، حديث الصحيحين. قام قال لا لا، ده حديث أحد ما بناخذ به. الحديث اللي جابه بتاع جابر بتاع قصة الأعرابي قال أقلني ده تحم المدينة، أنت عارف البخاري جابه في كتاب شنو؟ كتاب أخبار الآحاد، والله العظيم حديث حديث رقم 7211 في كتاب أخبار الآحاد. أنا ذا ما جارمة ما مستقبلين. ده واحد، ده الرد الأول أو ده الرد الثاني بعد ما شرحنا الحديث. الرد الثالث بالعقل بس، المحامي ده كم نفر؟ واحد. عمل لنا زوع بالبلد، واحد مش واحد؟ واحد. هو ما متواتر، واحد. نقبل خبره كيف؟ في نفي خبر الرسول. ذول بينفي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بدل هنا موضوع الكذب لأنه أحد، رواية أحد. طيب أنت ذاتك كلامك ده يا بكوري رواية أحد، صحيح ولا ما صحيح؟ ما أنت واحد. عشان كده يحكى عن الشيخ الألباني إنه جاء رجل قال له: أنا لا أخذ بالحديث الأحد. قال لي: بما تأخذ؟ قال: أخذ بالمتواتر. قال لي: تواتر أنت، أنت ما واحد. يا جماعة يقول لك ما تقبل ماذا الأحد، يعني ما تقبل خبر الأحد الواحد. طيب أنت كم؟ أنت واحد.
ما نقبل خبرك في طعنك في حديث شنو؟ لا حد، موضوع انتهى. وإذا تصادما بحجة وحجة صادما، إذا تصادما شنو؟ تساقطا، موضوع انتهى. نرجع للبخاري بس، ما في عين. طيب بعد ذاك الشبهة بتاعت انه حديث الآحاد ما يؤخذ به في العقيدة، ده كلام باطل. ومن أبطل الباطل، من أبطل الباطل بدليل المنطق بتاع الرجل ده ذاته الفاشل ده. منطقه شنو؟ قال نحن بس قرآن بس، يعني سنة ما داير. أها، أدينا آية من القرآن بس، قالت انه حديث الآحاد ما بيأخذ به. بيقدر؟ ما بيقدر. آية من مش انت قلت قرآن بس، خلاص قرآن بس، آية من القرآن بس قالت انه حديث الآحاد ما ناخذ به. يا أيها الذين آمنوا كده مثلا، جيبوا جيبها يا أستاذ. تقدر تمد كرة عينك تاني؟ ما بتقدر تمد كرة عينك لأنه ما عندك حاجة. والله ما محتاج ذاته تفكير كثير. رد من لسانك بلعومك ده، بنبلعه لك تاني من جديد، بس تطلعه ونرجعه لك تاني. ما عندك حجة ولا عندك شيء. فدي شبه باطلة ليس عليها سلف الأمة ولا علماء الأمة، ده كلام أصلا جابوه ناس خوارج، إنه حديث الأحاد ما يأخذ به في العقائد، حديث الأحاد يؤخذ به في العقيدة وفي كل شيء. الأدلة شنو؟ إنه خبر الواحد يؤخذ به. العلماء استدلوا أول حاجة حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ومعاذ كان كم؟ واحد. أها، أداه عقيدة ولا ما أداه؟ قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. دي عقيدة ولا ما عقيدة؟ دي كل العقيدة، مش عقيدة بس، دي كلها. فإنهم أطاعوا لك بذلك، رواية البخاري، فإن أجابوك لذلك، رواية أخرى، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، هذه العبادات ولا من العبادات؟ في اليوم والليلة، بعد ذاك وراء الزكاة، دي عبادات. وأول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خبر شنو يا جماعة؟ الوحيد. مش الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يكلم معاذ يرسله، ولا مش يقول لهم كده، لأنه ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دليل ثاني على قبول خبر الواحد إذا كان لكن عدل ضابط يقبل خبره، ربنا قال إن جاءكم فاسق واحد بنبأ فتبينوا. يبقى مفهوم الآية إنه لو جاك واحد غير فاسق ما حنتبين من خبره، حنقبله، صحيح ولا ما صحيح؟ لأنه لا يتبين إلا من خبر منه الفاسق الواحد. فإذا كان واحد ما فاسق ولا يحتاج نتبين منه أبدا، فالرجل ما عنده حاجة. طيب وأدلة كثيرة جدا جدا كثيرة جدا. إذن الحديث العلماء كلهم بالإجماع ما في أحد طعن في هذا الحديث أبدا، من بدل الذين واقتلوه قاموا كذب. قال الحديث جاء البخاري في كتاب القتال، كذاب كذاب، محامي وكذاب للأسف، يعني محامي كذاب، ما عندك حاجة. ما في بكتاب القتال، تحداك جيب البخاري، إن طلعت منه بنهدي لك البخاري بعد ما تتوضأ وتغتسل، طلعه. طيب حديث صحيح، والمهم قال بكتاب القتال، وكان قال قصة، قال الحديث ده قال عنده قصة، ها قصة جنها شاطر، قال قصة الحديث إنه الصحابة لما في المعركة نجر لي قصة وقتي داخل قناة اس 4 وهناي وقتي، قال الصحابة داركت، قال واحدين قال ارتدوا منهم، قال في المعركة الواحد بيرفع سيفه قال يلقى أخوه مرتد يقوم يتحرج إنه ما يقتله، فقام جل الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، قالوا له يا رسول الله، شوف كلامه بالنص، إن إخواننا الذين ارتدوا هم ارتدوا، يكون إخوانهم كيف؟ الصحابة يقولوا إخواننا كيف؟ شوف الزول العجيب كيف؟ يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة حصر، يا أستاذ قال سموه دكتور كمان، إنما أداة حصر، يا دكتور عملتها كيف؟ إنما ما عرفت مشاهد عملت دكتوراه بغالي، إنما دي فت منها وين؟ إنما أداة حصر تثبت الصفة للمذكور وتنفيها عما عداه، إنما المؤمنون إخوة، الصفة هنا إخوة، صفة الأخوة، صحيح ولا ما صحيح؟
فإنما جاءت أثبت صفة الأخوة للمؤمنين المذكورين ديل وتنفيها عما شنو؟ عما ذا؟ يعني المؤمن ما أخو الكافر ولا الكافر أخو الكافر، إنما المؤمن هو أخو المؤمن. فكيف الصحابة يعلم الآية دي تمام العلم يمشي يقول إن إخواننا الذين ارتدوا يا رسول الله وكذا يا كذاب ما تلعب بينا ساكت؟ وقصة الحديث ما كذا، قصة الحديث البخاري في صحيح البخاري من رواية ابن عباس بلغه أن عليا أحرق قوما بالنار، فقال ابن عباس لو كنت أنا مكانه ما فعلت ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعذب بعذاب الله لا يعذب بالنار إلا ربها، قال ولقتلتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. ده الموضوع، تقدر تلعب علينا ولا شنو؟ فده الموضوع. طيب قام مشى قال لأبو حنيفة قال المرأة ما يقتلوها، يعني شنو لو قال أبو حنيفة؟ الرسول قال اقتلوا من بدل، من دين العموم، مرة راجل أحمر أسود أبيض بنفسجي بدل دينه يقتل. وحنيفة احترامنا له لكن اجتهدوا شنو؟ أخطأ. موضوع انت حتى لو صح عنه النقل ده يعني اجتهدوا أخطأ، جزاه الله خير ورحمه الله وبارك الله فيه، ما في حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا قبل في البخاري قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ واجتهد فله شنو؟ إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فيدور بين الأجر والأجرين إن شاء الله تعالى أبو حنيفة. لكن أنت ما عندك أي حاجة، ما عندك أي حاجة، لأن أنت بتلقي، أنت قلت كلام الرسول ما يقبله، قلت قرآن بس، تيجي تقول أبو حنيفة قال يا مستهبل؟ أنت قلت كلام الرسول ما يقبله، قلت قرآن بس، مش قال قرآن بس؟ ثاني رجع قال لا في البخاري من رواية جابر، هو قبل قال قرآن بس، ده تناقض واحد، تناقض اثنين، تناقض اثنين، قال قرآن بس كلام الرسول ما دايرينه، أبو حنيفة قال هذا قرآن بس؟ الرد على هذه النقطة برضو من ناحية النصوص وكلام الصحابة والأدلة، من بدل دينه فاقتلوه، حديث رواه ابن عباس. وأفتى ابن عباس كما نقل ابن حجر الباري، ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمهم الله تعالى، قال ابن عباس تقتل المرأة بهذا الحديث. ونقل ابن حجر أيضا في فتح الباري أن أبو بكر الصديق قتل مرتدة في خلافته وأجمع الصحابة على ذلك، لم ينكر أحد، لم ينكر أحد. والحديث عام من بدل دينه، ما قال الرجل صح ولا ما صح؟ ما قال الرجل، ولو قال الرجل ذاته فالحكم مشترك صحيح، لأنه حديث كثيرة، سبعة يظلهم الله في ظله، أها في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أكمل الحديث، إمام عادل واحد، أها شاب، هل ما بيشمل شابة؟ هل ما بيشمل شابة نشأت في عبادة بيشملها؟ أها ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ما بيشمل امرأة برضو إذا دعاها رجل؟ فقال إني أخاف الله رب العالمين، يشمل. ورجلان تحابا في الله، ما يشمل امرأتين؟ أنتم ما قلتوا دليل المساواة بين المرأة والرجل، إيش معنى أنا فرقت بيناتهم؟ شوفوا هذا المستقبلين كيف؟ الحاجة اليوم بيجيبوها والحاجة اللي عليهم يرفضوها، لاحظت الكلام ده؟ الحاجة ساوت فيها الشرع يقولوا ما دايرين، الحاجة الشرع يفرق بيناتهم يقول لك لا 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 دايرين، الشرع غلطان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله الله يسلطنا على الناس زين نجيمهم نجام، نسأل الله ذلك. طيب الحديث من بدل دينه فاقتلوه، قام جاب شبهة ثانية في الحديث ده، قال يعني لو طيب نصراني بقى يهودي حنقتله، لو يهودي بقى مسلم حنقتله؟ لا لا انت ما فهمت الحديث، الحديث قال دينه هو والدين واحد والدليل في القرآن، انت ما تقول القرآن بس، في القرآن بس ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، انتهى الموضوع، ما في دين غيره. يبقى من بدل دينه هو من بدل الإسلام، ما ممكن دينه يكون النصرانية، لأن النصرانية ما دين ذاته. من بدل دينه الدين واحد في القرآن بس، إن الدين عند الله الإسلام، يبقى من بدل دينه كان مسلم وطلع. قال لا ينافي الحريات، يعني حريات دي انت مش حرين دارين نمرق، نحن حرين دارين نتمسك بالقرآن والسنة، حرين ولا ما حرين؟ هاي بس كده بس ركوب راس، انت مش حرين دارين نمرق يكفر ودارين تكفروا، نحن حرين دارين نمسك القرآن والسنة وما بنفكهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين، رواية السيوطي،
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرضى عليه الحوض. والغريب إنه رد دي جريمة عقاب القتل فاقتلوه، وهم ذي ذاتهم اللي بيتابعوا الغرب واللي بيتابعوا أعداء الإسلام هنا وهناك نسوا أو تناسوا إنه أعداء الإسلام ذاتهم عندهم جرائم أخرى حدود القتل، عندهم ولا ما عندهم؟ وعندهم جرائم حدود السجن المؤبد، كل ما سألوهم فيه ما سألوا أعداء الإسلام ولا قالوا لهم دتنا في الحرية، بس مسكوا حقنا في القرآن والسنة، قالوا القرآن والسنة ذل بنافوا الحرية، مما يدل إنه ذل أعداء للقرآن والسنة وموالين لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، دي خلاصة الموضوع، ومأجورين عشان يهدموا الدين، يمسكوا الثوابت يهدموها، يمسكوا الأصول يهدموها. داك برضو عدنان إبراهيم داك قال ما في حاجة اسمه صراط ذاته، ما في حاجة اسمه عذاب قبر، وما في حاجة، كل الدين ده نسفه، يشككوا الناس في دينهم، ده الهدف من الكلام ده يا جماعة. طيب وناس مأجورين أصلا لهدم الإسلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيخليهم. قال قام ذاك رده الملتحي، والله جاب له طامة ذاته ذاك ذاته. قال المرتد بعد ما يعني الشغل عصرته كده شديد، قال المرتد الذي يقتل هو الذي يجاهر فقط. المسيح قال لي يعني البجاهر فقط؟ قال لي بس بجاهر فقط، دي جبتها من وين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ما قال المجاهر فقط ولا الداسية، من بدل دينه، يعني اللي بيظهر ويعرف الحاكم انه بدل دينه يقتل. لكن البجاهر اللي قال ضرب مثال قال اللي بيدعو في غرف البالطوق ويدعو الى الانحلال من الدين، قال هؤلاء يقتلوا بس الا بتاعنا البالطوق، ما كده، اللي بيبدل دينه ويكفر بالله ويرتد ده شنو يا جماعه؟ يقتل. دعا الناس لردة ولا ما دعا؟ اذا هو ظهر للحاكم انه ارتد واقيمت عليه البينات يقتل. ده الدين كده، وده الحديث. وحديث ثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. ده الموضوع. ده قام رجع ثاني المحامي قال الدين هو الفكرة العميقة. هسه دي ردة ذاته، لكن انت جاهل، بس نحن انت جاهل في ان راسك فاضي. كيف الدين فكره؟ فكره حقت منو؟ كده بس كلامك ده نمسكه، مش ما داير ننكر ولا نغلط عليك، ابشر. الدين فكره انت متاكد؟ فكر فيها منو؟ تقدر تقول اي جواب فيهم كفر، اي جواب فيهم بالمناسبه. لو قلت فكر فيها بشر كفر، لو انت قلت فكر فيها رب البشر برضو كفر، صحيح ولا ما صحيح؟ انك اثبتت ذات صفه لله ما علمنا اثباتها لا في كتاب لا في سنه. هاي كيف؟ فكر فيها منو بس؟ انت فكر ورينا فكر فيها منو. طيب فعشان كده باطل. شفت مين اقول لك الدين فكره وهذه افكار؟ ده كله باطل، وده كلام شيوعيين. الدين قال لك عباره عن الفكره العميقه، يعني زول قاعد كده وتاني فكر وتاني فكر جاب دين. ده الدين. وهل ده الدين يا جماعة؟ ده ما الدين. تاني ما أظن جاب لي حاجة، وما عندهم حاجة ذات، الباقي كله فلسفة ساكت وجوطة ساكت، ما في حاجة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لكن يا جماعة نبه الإخوان إن الأمور دي ما بترد إلا بالعلم، والان الشبهات بقت كثيره، واعداء الاسلام مفرغين وشغالين في الشغل ده، بيهدموا في الاسلام الليل والنهار، بعضهم يساهر الليالي عشان يخطط كيف يضرب اصول وثوابت الاسلام. فده انتوا ذاتكم لما قبلتوه باجتهاد عظيم دفاعا عن الدين ودفاعا عن التوحيد ودفاعا عن العقيده، والله تبقى مصيبه يا جماعه. والشر الشر والعقوبه بعدين بدعم. زينب قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر شنو؟ الخبث. ونزل عندهم منابر إعلامية قوية
تكلموا في تلفزيونات وفي يوتيوب وفي جرائد وفي صحف، نحن لا يمكن نكون ساكتين ما نرد على شنو يا جماعة، على هذه الأباطيل وعلى هذا الإلحاد الذي يأتي به هؤلاء. وأبشركم النازل واحد فيهم جاب لي شبهة جديدة، ما في واحد فيهم عنده مخ، مو يقول لك المفكر فلان، واحد فيهم عنده فكرة ذاته ما في، كله بشاله نسخ من شيتات وحاجات في النت وجابه من مستشرقين وكذا، ما واحد فيهم فكر ذاته. فدي ردودة موجودة بالذات كتاب فتح الباري، من أعظم الكتب المصنفة اللي بترد على الشبهات، وكتاب شرح مشكلة الآثار 15 مجلد تقريبا ولا 16، ضخم جدا، للإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. وكتاب أيضا من الكتب اللي بترد على الشبهات تفسير البغوي معالم التنزيل، ده بيرد على شبهات عجيبة خلاص، كتاب عجيب. وغير من الكتب وبالذات فتح الباري ده بيرد على شبهات كثيرة يعني. فالناس تركز على هذه الأمور وتتعلمها من مظانها ومن العلماء إن شاء الله تدافع عن الدين، لأنه ما تصح تدافع عن الدين إلا بعلم يا جماعة، إلا بعلم، ده عصر بتاع حجة. وهم لما تغلبهم الحجة بيلجوا لأساليب تانية، لكن إحنا دارين تغلبهم الحجة. فلازم تتعلموا يا شباب، وزول ما يضيع زمن، زول يستغل وقته، جميع وقته يستفرغه في شنو؟ في الدفاع عن الإسلام. شوفوا الشيخ الألباني ألف كم سلسلة صحيحة، كم مجلد، إن دار تقرأ ما بتقدر إلا يا شاء الله. سلسلة ضعيفة كم مجلد، أروى الغلي، كتب كثيرة جدا. شوف شيخ الإسلام تيمية، شوف ابن القيم، ناس اجتهدوا اجتهدوا وكابدوا وساهروا الليالي وتعبوا وضحوا من أجل الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رفعهم، لما ساهموا في رفع الدين رفعهم الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، بارك الله.